لين، مساء الخير لين. بأي أسباب قد تخون المرأة، قد تقول بدي رد الخيانة بخيانة؟ خيانة؟ بخيانة؟ ما في خيانة أصلاً. كيف يعني ما في خيانة؟ في علاقة خبطت بين الرجل والمرأة، هيدي صارت إنه من حقها هي أو من حقه هو يبرم على حدا تاني يعوض هيدا الهبوط بالعلاقة. بس انما هي مش يعني شو اسمه هالفعل؟ لكن لما تكون علاقه بين رجال وامراه تعرضت لهبوط، نعم، الرجال يشوف برا ام المراه تشوف برا؟ انت عم بتقول هذا شو اسمه؟ اسمه خيانه. لا هيدي اسمها حاله عاطفيه، يمكن اسمها بعرف ما بسميها خيانه. هي حاله، نعم. وانا امراه شرقيه وعم بقول لك انه هي حاله هبطت بين الرجل والمراه، فمن حقها هي تعيشها ومن حقه هو يعيشها. وبضلوا متزوجين؟ ليه لكن ما بتم الانفصال وكل واحد بعيش حياته؟ فيهم ينفصلوا وفيهم يبقوا ويظهروا على بعض. ايه بس ما بتصير كتير يعني. بس بتصير؟ ايه بتصير، عم بتصير. نعم. بتقلي ليش وصلت لهون؟ لأنه بيكون في أسباب أكيد، يعني الرجل بيكون غلط بحق المرأة. يعني 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 أغلبية الدراسات تقول أن الرجل يخون لأسباب جنسية أولاً. أولاً وأنانية ثانياً. والمرأة تخون لأي أسباب؟ شو بتكون عم بتفتش بالعلاقة الثانية؟ عن الحب اللي هي فقدته، عن الاحترام بالأول قبل العلاقة الجنسية؟ قبل قطعاً، عن الحب وعن الاحترام، لأنه العلاقة بالآخر كانت ولا ما كانت مش هون الخيانة. الخيانة عن الحب اللي هو انكسر فيها، هي بدت تنتقم منه للرجل فبتعملها. عادةً المرأة كنا عم نشوف قبل شوي محاور الحق، مرأة يا أما بتختار أنه تخضع وتسكت لغلط جوزها، لخيانة زوجها، أو مرأة تفضل الانفصال. بالحالتين غلط. أيمتى أنا بتسقط هالحسابات وبتقولي برد الخيانة بالخيانة؟ لما أنا أكون حرة. يعني بالحالتين أنا أسكت غلط، مينك أنت لحتى تعملها وتحرم علي؟ ما لك حق. اليوم انت قلتي مجتمع شرقي. شرقي. قلتي مجتمع شرقي. وانا شرقية. وانا شرقية. انساني شرقية كتير. يمكن بقولوا الكلام اللي بتقوله يتعارض مع المفاهيم الشرقية، يمكن الجزء منها بالية صاري، ولكن مفاهيم شرقية انه الرجل بحق اللي هو الدونجوان، هو اللي بيعمل علاقات، المرأة هي الخاضعة اللي بتقعد بالبيت تهتم بالولاد وما لها حق تحكي. اليوم هذا كلام قلت انت امرأة شرقية. نعم. امرأة شرقية تكسر الحواجز والتقاليد كلها. طبعا بتكسرها. لأنه أنا امرأة شرقية حرة، عندي حرية شخصية لألي. أنت جوزي بس منك. أنا على فكرة عم بحكي مش لأنه خبرتي مع جوزي، لا، عم بحكي كرأيي كامرأة شرقية. مفروض نكسرها، ما نسكت فيه وفيه وفيه بيسكتوا. ما تسكت المرأة بترد الخيانة بخيانة. إيه مش هو بلش كلام؟ يعني المرأة هيدا كلام بتهدد فيه المرأة الشرقية أو المرأة الشرقية بتعملها؟ لا، المرأة الشرقية بتعملها. ولين مستعدة تعملها؟ ايه أنا بعملها. لما يخوني ويغدر فيي ويكسر هيدا الكادر الإزاز، ايه بعملها. المرأة بمفهوم المرأة الشرقية هي عبارة عن لوحة إزاز، فما فيك تكسره، لأنه إذا كسرته ما عاش فيك تصلحه. فبدي يكون في انتقام كتير كبير يأذيك أيها الرجل الشرقي. تقطع كلامي ما بيعجب كتير ناس، بس بعملها. لما تكون المرأة حرة وجريئة، نعم، تعتل الهم المجتمع شو بده يحكي عن آرائها؟ لا أكيد. شو ممكن يقول المجتمع عن آرائها؟ يقول اللي يقوله، ما بهم. أنا بدي أخد حقي. أنا إنساني حرة، حبيتك، خنتني، صح؟ عشتت العلاقة بيني وبينك. أنا إنساني بدي حب وبدي عيش إنسانيتي، بدي عيش اللي ربنا هو وهبني إياه، هو إنسانيتي ومحبتي. فما فيني كمان أسكت وأعمل عقدي وأسكت ولا أنت من حقك ورجل شرقي وما بعرف شو وحكي العالم. لا، أنت غلطت فدفع ثمن غلطتك. والرجل الآخر اللي بتلجأ له؟ إذا بحبه بعملها، بس إذا يعني إذا صارت
انا عم بحكيك من منطلق رايي الشخصي، يعني امراه شرقيه. ترجع بتقلي امراه شرقيه؟ ايه شرقيه. اليوم الرجل الشرقي، اليوم في رجال، اليوم في رجال شرقيين. نعم. مثل شربل. نعم شربل افكاره البشاشبه. مثل شربل، رجل شرقي. كيف كرجل شرقي بتتقبل امراه شرقيه تقول انا برد الخيانه بالخيانه لانه الرجل؟ اكثر شيء اللي بتفكر بهالطريقه هيدي بيطلق الوعي، بيبعتها عند اهلها، تروح تخون عند اهلها. هيك لانه المراه بيبعتها عند اهلها، يعني المراه كان شيء، يعني سوري المراه شيء، يعني ما عجبها مثل ما قال قبل شوي فاروق، مش عجبها ببعتها عن اهلها. هيدي مرتك، شريكتك، ام اولادك. يا استاذ مالك برضو شوي خذ وقتي، اذا بدك تفكر بهالتفكير هيدا اكيد الافضل واحد احسن ما شي مره يجي يفوت على بيته ويرتكب شي غلط بحقه وبحق نفسه بحق اولاده يخليه عند اهله. خليها شو بدها تروح تعمل، هاي اهلها موجودين. رد عليه؟ بدك ترد عليه؟ لا انا ما بوصله لحتى يردني عند اهلي، لانه برجع بقول لك انا عم بحكي من منطلق امراه شرقيه المحره. انا لاني مقيده ولاني مسيره. سؤال، انا حره. سؤالين لين بختام الحلقه. انا امراه حره. سؤال. نعم. سؤال اول سؤال لي كرامتي كمان، وانا بحيي حريتك وجرأتك لين، وانت غلطت هون. تحيي للين ولجرأت لين. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.